الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وفي هذا اليوم المبارك الخميس 15 من شهر ربيع الأول عام 2240 هجرية، يلقي فضيلة الوالد الشيخ العلامة محدث الديار اليمنية والإسلامية الشيخ مقبل بن هادي الوادعي هذه الكلمة تحت عنوان مشاهداتي في المملكة العربية السعودية، فليتفضل حفظه الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنت مترددا من زمن في الكلام في هذا الموضوع الذي سأتكلم فيه، ثم بعد ذلك طال العزم، وإن كنت مريضا فإنني أخشى أن أموت ولم أبرر ذمتي في هذا، فقد عرض علي آخر مرة أنه يستأذن لي من الأمير أحمد نائب وزير الداخلية في الحج والعمرة، فقلت للإخوة لا حاجة في ذلك، وفي نفسي أنني لا أدخل تحت الذل وأنا مستريح في بلدي وبين طلابي والحمد لله. ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن مرضت وتعالجت في مستشفى الثورة بصنعاء، وبعدها قرر الأطباء الرحيل إلى الخارج، وقال قائلهم ننصحك بالذهاب إلى السعودية فإنها متقدمة في الطب. نعم. ثم بعد ذلك ماذا بارك الله فيكم أذهب إلى السعودية، وبعد أن تكلمت في أشرطة في غير ما شريط فيهم، فأيضا وافقت على ذلك، فهم على ما بيني وبينهم خير من الذهاب إلى أعداء الإسلام. بعد هذا نعم استأذن لي وشفع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقبلت شفاعته في دخولي للعلاج، والحمد لله تنجدت أمورنا من السفارة السعودية. نعم. وبعد هذا وصلنا إلى الرياض، فاستقبلنا من مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية جزاهم الله خيرا، واستأجروا لنا فندقا ما كنا نتوقع ذلك، وأكرمونا غاية الإكرام جزاهم الله خيرا، وعجلوا
في دخولنا المستشفى وبعد أن رأيت من تكريمهم لنا الشيء الكثير، كان يجتمع إخوان عندنا والحمد لله نتحدث في دروس علمية ليس لها دخل بذا ولا ذاك، وإننا بحمد الله لسنا ممن يقابل الحسنة في السيئة ولا من يقابل التكريم أيضا في الإساءة، فبحمد الله إخوان يأتون ويسألون عن أحاديث وأسألهم أنا أيضا كذلك، ثم ادخلنا المستشفى وبقينا فيه نحو 10 أيام وقالوا الرحيل للخارج يا أبا عبد الرحمن، خيرا إن شاء الله. وقدمنا إلى جدة واستقبلنا في فندق الحمراء، فجزى الله الأمير نائفا وزير الداخلية خيرا وأكرمنا غاية الإكرام فجزاهم الله خيرا. وبعد ذلك طلبت مقابلته، فالحمد لله جلسة ممتعة. نعم، جلسة مع رجل عاقل، نعم، وإن ذاكرته في العلم وجدت عنده حصيلة لا بأس بها فالحمد لله. بعد هذا حفظكم الله يقول لي أي دولة ترغب فيها، فنحن إن شاء الله نهيئ لك الأمور هنالك. فأنا لا خبرة لي بهذا، قلت أنت تختار، فاختار أمريكا. نعم، إنها متقدمة في علاج الكبد، لم يسبقها أحد في ذلك. بعد هذا حفظكم الله تعالى أعجبت عند أن نقلت إلى مكة، كنت باليمن عند الباب نحو 4 حراس، ومع هذا فلسنا آمنين في بيتنا لا ليلا ولا نهارا، وأنا في فندق دار الأزهر بمكة بعض الليالي لا يأتيني نوم، وأخرج الحرم نصف الليل وحدي، أشعر بنعمة وراحة ولذة ليس لها نظير، ليس لها نظير. أخرج وحدي والحمد لله، وأذهب وأطوف وأصلي وأقضي ما استطعت ثم أرجع إلى البيت. فماذا، فهذا الأمن الذي ما شاهدته في بلد، إن سببه هو الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسؤولين ومن كثير من أهل البلد. وصدق ربنا عز وجل الذي يقول في كتابه الكريم في شأن أهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول سبحانه وتعالى وقالوا، أي في شأن قريش، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أو قال الله سبحانه وتعالى أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال سبحانه وتعالى
أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم أيضا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم معا غدقا. وصدق ربنا عز وجل الذي يقول في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة من الله سببه الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ماذا حفظكم الله؟ فالأمر أن الاستقامة لما استقامت هذه البلد وبحمد الله مكن الله لهم، مع أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم البطانة الصالحة، نعم، وأن يعيذهم من ماذا؟ جلساء السوء الذين يزينون الباطل، وأن نعم يحرصوا على مجالسة أهل الخير والفضل، وحتى ولو أتوا من الكلام ما يخشن عليهم، فإنه كان يقال صديقك من صدقك لا من صدقك وعدوك من صدقك. نعم، فماذا حفظكم الله؟ فينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى، كما أنه يجب على أهل هذه البلد أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى، فإن فيها أناسا ربما يكونون شهوانيين يطالبون بأشياء، نعم، من الإباحية وغيرها، ولكن جزى الله المسؤولين خيرا. فقد رأيت في جريدة أن الأمير نايف حفظه الله تعالى، نعم، طلب منه ترشيح المرأة، فقال أتريدون أن يبقى الرجل هو في بيته وهي تخرج؟ لا، هذا أمر لا تحاول فيه. وطلب منه الانتخابات فقال رأيناها ليست ناجحة في البلدان المجاورة، فإن الذي ينجح فيها هم أهل النفوذ وأهل الأموال. وصدق. ثم بعد ذلك أيضا هي واردة من قبل أعداء الإسلام، جمعية حقوق الإنسان استقبلها كثير من الناس على ما فيها من الأباطيل. لماذا؟ لأن معناه الحدود وحشية، ومعناه تعطيل الكتاب والسنة وإدخال الأنظمة من قبل أعداء الإسلام. الحكومة السعودية وفقها الله لكل خير استقبلتها بشرط أن تكون خاضعة للإسلام وللكتاب والسنة. هكذا أيضا ماذا بارك الله فيكم؟ إقامة الحدود. وإقامة الحدود كما يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم ولكم في القصاص حياة. نعم، القتل قليل في هذه البلد، وكذلك السرقة، تضع سيارتك عند المسجد أو عند باب بيتك ولا يعني يأتيها السرق ولا شيء،
ماذا ثم بعد ذلك في بلدان أخرى تضعها وتخرج ولا تراها. فبل ربما ينهبونها على الشخص وهو في سيارته، فماذا؟ فهذا هو بسبب إقامة الحدود، فجزاهم الله خيرا. وكما سمعتم قبل قول الله عز وجل نعم يعني ولكم في القصاص حياة. فهكذا السارق إذا علم أنها ستقطع يده فيكف عن سرقته، والزاني إذا علم أنه سيجلد إذا كان ذكرى نعم، أو يرمى إذا كان محصنا خف ذلك. لا أقول إنه لا يوجد، لكنه يخف ذلك. من ذلك أيضا تمكين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد رأينا في جريدة أن الملك فهد حفظه الله تعالى أعطى للهيئة نحو 300 سيارة نعم، وماذا؟ وقال لهم أنتم هيئة ضبط وأنتم المسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. فماذا؟ بارك الله فيكم، فجزاهم الله خيرا نعم، أحسنوا في هذا إلى بلدهم وإلى أنفسهم وإلى دولتهم. إنه يجب على كل مسلم في جميع الأقطار الإسلامية أن يتعاون مع هذه الحكومة ولو بالكلمة الطيبة، فإن أعداءها كثير من الداخل ومن الخارج. ونعم هناك شهوانيون إباحيون من الداخل، ولكن الله كبتهم بتمكين هذه الدولة المباركة، والحمد لله. فيجب على كل مسلم أن يتعاون مع هذه الحكومة. ونعم ماذا؟ بارك الله فيكم، القصاص أو غير ذلك من الحدود نعمة من الله سبحانه وتعالى على المجتمع. يعيبون علينا إذا ضمنا حدا من حدود الله وهم يسحقون الشعوب سحقا، فماذا؟ وهذه الحدود مصلحتها للفرد والمجتمع، فهي للفرد كفارة، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهي للمجتمع محافظة على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. نعم تخرج إلى الشاطئ أو إلى غيره أو إلى أي مكان ترى الرجل وامرأته لا يخشى على نفسه من أحد. فماذا بعد هذا؟ حفظكم الله، يعني هذه الحدود مصلحة لما عطلت في كثير من البلاد الإسلامية نعم عجز أهلها عن مكافحة السرقة، وعجز أهلها عن مكافحة الجريمة، وعجز أهلها عن مكافحة المسكرات والمخدرات. والسبب في هذا هو عدم إقامة الحدود، والله المستعان. وبعد هذا أيضا بناء المساجد في البلاد الإسلامية وفي غيرها، إلا أننا ننصحهم أنهم إذا بنوا مسجدا أن يسلموه لأهل السنة، فهم إذا سلموه لصوفي سيسبهم ويخطب الجمعة في سبهم،
وهم إذا سلموه الحجبي أيضا سيستغلوه الحجبية، فننصحهم أن يسلموا هذه المساجد لأهل السنة المحبين لهذه الحكومة وللقائمين عليها. نعم. ثم بعد هذا مسألة الكتابة قد سئلت عنها غير مرة، والكلام في الأشرطة، فقد أمرت الأخ الذي يطبع كتبي أن لا يبقي شيئا في كلام على السعودية، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فقد أحسنوا إلينا وأكرمونا غاية الإكرام، فنحن لسنا ممن يقابل الإحسان بالإساءة، من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا، لم يدفعني أحد ولم يلزمني أحد بأن أقوله، بل من نفسي أرى أنه يلزمني. نعم، براءة لذمتي. نعم، إنني تكلمت وأنا أرى إنني أخرجت من المملكة مظلوما، فلا إله إلا الله، كم أبقى في خصام مع الذين يكفرون الحكومة السعودية، وأنا أقول إنها ليست بكافرة، وكنت أدرس دروسا لا تمس بشيء الحمد لله، لكن الصبر والعفو، وهم جزاهم الله خيرا تعفو عنا، فنحن أيضا كذلك أيضا. نعم، ماذا؟ ومن ذلك أيضا اهتمامهم بأمر الحجيج وتوسعة الحرمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. اهتمامهم بأمر الحجيج والمحافظة على أمنهم، التفتيش في أبواب الحرم، وكذلك أيضا لما كثر الحريق سأتوا بخيام لا تؤثر فيها النار، فجزاهم الله خيرا غاية الاهتمام. الطائرة ونحن بميناء تمشي على ميناء من أجل المحافظة على الحجيج، فجزاهم الله خيرا على هذا الاهتمام. وأنا أقول إنك إذا قرأت في كتب المتقدمين وتواريخ مكة ترى أن أبا طاهر القرمطي قد قتل في الحرم وفي مكة وضواحيها في الكل نحو 30,000، وإنك تجد في بعض الأعوام نعم منع الحجيج المصري، وفي بعض الأحوال نعم منع الحجيج العراقي، وفي بعض الأحوال منع الحجيج اليمني. نعم، ولكن عند أن تمكنت الحكومة السعودية بحمد الله نعم محافظون على العدو والصديق ويعتبرونهم ضيوف الرحمن ثم ضيوفهم، فجزاهم الله خيرا. نعم، فماذا؟ وإنهم لا يشكرون على ذلك، وما يستطيع أحد من الحكومات كلها ما يستطيع أحد أن يقوم بهذا، لكن هم جزاهم الله خيرا قائمون، العساكر مبثوثون، المسؤولون أيضا كذلك مبثوثون، فجزاهم الله خيرا والحمد لله. من هو لابس اللباس الرسمي، ومنهم من هو لابس لباسا غير رسمي من أجل ملاحظة
أحوال الناس والحمد لله. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الحكام. وقد نقلت شيئا في كتابي الحاج الخميني في أرض الحرمين، نقلت شيئا من هذا، أعني في طلقلة أمور الحجيج فيما تقدم. فقد أرسل الحاكم بأمر الله العبيدي الباطني أرسل عبدا له وطعن الحجر بالتبوس، ثم بعد ذلك نعم قام حول الحجر يقتل من عارضه أو من يريد أن يقبض عليه، وهو يقول لا محمد ولا علي، حتى قتله رجلان من أهل اليمن. فكما تقدم قبل أنه يجب على كل مسلم في جميع الأقطار الإسلامية أن يتعاون مع هذه الحكومة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول سبحانه أو بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه من حديث أبي موسى. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. من ذلك أيضا تكريمهم للعلماء، وقد أوصاهم والدهم عبد العزيز رحمه الله تعالى بذلك، فهم يجلون العلماء ويكبرونهم غاية التقدير، ولكن هناك علماء سوء يتكلمون في ماذا الحكومة السعودية، وربما يكفرونها، فماذا ينبغي التمييز بين أهل العلم، من كان على عقيدتهم أي على عقيدة التوحيد فينبغي أن يكرم، ومن كان على العقائد البدعية أو الحزبية. أولى الحزبيون يا أخواننا شر، هم يهيئون أنفسهم للوثوب على دولة متى ما تمكنوا، فماذا فينبغي أن لا يمكنوا من شيء وأن لا يساعدوا على باطلهم. اللهم إلا إذا كان من باب التعليف إذا علم أنهم سيرجعون. ونعم إن إكرامهم لأهل العلم يعني يعتبروا منقبة لهم وإحسانا إلى دولتهم وإلى ماذا بارك الله فيكم يعني والدهم تنفيذا لوصيته رحمه الله تعالى، فجزاهم الله خيرا، لقد استقبلونا غاية الاستقبال وأكرمونا غاية الإكرام، وقاموا بإذن الله تعالى بكل مهمة تهمنا في علاجنا وفي النعم ما نحتاج إليه، فجزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله يبارك لهم وأن يحفظ دولتهم وأن يمكن لهم وأن يصلحهم أيضا ويرزقهم البطانة الصالحة. نسأل الله يرزقهم البطانة الصالحة، فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بيت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فماذا نسأل الله يرزقهم البطانة الصالحة وأن يقيهم جلساء السوء
فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يخليك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ولسنا بصدد ذكر الآيات والأحاديث في ضرر جلساء السوء، ونعم وفي أيضا فضل الجلساء الصالحين، ولكن ننصحهم بالحرص على الجلساء الصالحين الذين يريدون لهم الخير وللبلاد الإسلامية، فإنها هذه البلد تعتبر معق للمسلمين وملجأ للمسلمين. وإنني أحمد الله فقد فتحوا صدورهم لكثير من الآتين من بلدان شتى فنحمد الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. فماذا بقي؟ أننا كما قلنا الحامل لنا على هذه الكلمة هو أنه نرى أنه واجب علينا أن نقول الحق، وهذا هو الواجب، وإلا فوالله لم تدفعني مادة ولم يدفعني أحد إلى ذلك. نعم، وأيضا أنا الحمد لله لست ممن يغتر بالأقوال، ولكن أنا أتأثر من الأفعال، فرأيت أفعالا حميدة مجيدة جزاهم الله خيرا، هذا الذي أتأثر به، والله المستعان. وهذا نسأل الله يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى. وقد كثر السؤال: هل أنت قد تراجعت عن كلامك على الحكومات؟ تراجعت عن كلامي على الحكومة السعودية جزاهم الله خيرا، أما ما عداها فلا. نعم نعم. ثم بعد ذلك جزاكم الله خيرا، أثابكم الله يا شيخ. يا شيخ، يوجد مقولة أنكم قدمتم لكتاب في تكفير الدولة للمقدسي، وأنكم ذكرتم هذا في المقدمة له يا شيخ، ما صحت هذا يا شيخ؟ هذا كذب. وأنا إذا كنت من المدينة وبعد السجن في المدينة وفي الرياض خرجت وأنا لا أكفر الحكومة السعودية، فكيف أكفرها؟ فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم، فلا يجوز لنا أن نكفرها وهي دولة مسلمة، والله المستعان. شابكم الله، جزاكم الله خيرا يا شيخ، والحمد لله رب العالمين. وقد كان هذا في مدينة جدة في هذا اليوم 15 ربيع 2020 و400 وألف، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكلام شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، وأن يعافي من ما هو فيه، وأن يرده سالما غانما، ويحفظه ذخرا للإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. يا شيخ، يوجد سؤال بارك الله فيكم، نريد نعرف رأيكم يا شيخ في المدعو المقدسي أبو محمد المقدسي، نبغى رأيكم فيه يا شيخ، ما تقولون فيه؟ هل هو من أهل العلم أو هذا الرجل يكتب كتابات وكتبه كثيرة الأخطاء؟ إذا مرة أرسل لنا بكتاب لعله الله أعلم إعداد الفوارس. نعم، إعداد الفوارس في برك المدارس، هو وغيره، لا وليس بكتاب الكواشف الجلية، فإنه كان لا يعترف بأنه له، فأعطاني أنظره، وأنا ما لدي وقت،
فأعطيته الأخ الناقد البصير عبد العزيز البراعين وبين ما فيه من الأخطاء نصحا لله سبحانه وتعالى، فوصلت إليه فإذا هو يريد أن يرد على عبد العزيز البراعين. فقلت له: هذا رجل جاهل مكابر، اتركه ولا لا ينبغي أننا نشتغل به، لا ينبغي أننا نشتغل به والله المستعان. ولكن الناس من رأوا عنده حماسة ظنوا أنه من أهل العلم، وما أكثر الذين يظنونهم من أهل العلم وليسوا من أهل العلم، فهذا رجل ليس من أهل العلم. لكن يا شيخ كلامك، أنت ذكرت كتاب الكواشف وذكرت الكتاب هذا الثاني الفوارس، كلامك الآن على كتاب الفوارس الذي أرسل إليكم من أي طرف؟ على هذا الكتاب وغير ما أذكر، كتاب من كتبه يقول نبين ما فيه من الأخطاء ونقرأه ونبين ما فيه. فأعطيته الأخ الفاضل الناقد البصير عبد العزيز البراعي، فماذا يعني فلما نقد ما فيه وأرسلنا به، إذا هو يريد أن يجادل ويرد على عبد العزيز البراعي. قلت لعبد العزيز البراعي: لا تشغل نفسك بهذا، هذا رجل جاهل مكابر والله المستعان. حسابكم الله، جزاكم الله خيرا يا شيخ، والحمد لله رب العالمين. وقد كان هذا في مدينة جدة في هذا اليوم 15 من ربيع 22,400,000، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكلام شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، وأن يعافي من ما هو فيه، وأن يرده سالما غالما، ويحفظه ذخرا للإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. نعم، نسينا شيئا وهو ما جاء في بعض الجرائد أن الأمير سلمان حفظه الله تعالى أعلن وقال إنه جلد 4 من البريطانيين، وقال: سنطبق شرع الله وإن غضب من غضب، فلله ضرهم، لله ضره وأيضا ضرهم على هذا الإقدام، في حين أن كثيرا من الحكومات تخاف من إذاعة لندن ويقولون إذاعة عالمية، وتخاف من جريدة الحياة ويقولون جريدة عالمية، وهؤلاء جزاهم الله خيرا يقيمون شرع الله. فأسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ بلادهم. شيء آخر أيضا نسيناه وهو مسألة المستشفيات، فقد رأينا ما يسرنا في المستشفيات، وهو أن المستشفيات بحمد الله في كل دور مسجد، وربما يكون مسجد للرجال ومسجد للنساء، فيفطرون على هذا الاهتمام وجزاهم الله خيرا. ثم بعد ذلك أيضا بناء المستشفيات في بلدان شتى، فقد بني في بلادنا اليمن مستشفى كبير في صعدة اسمه مستشفى السلام، وبني بعده مستشفى آخر ما أذكر اسمه وهو بحجة. فماذا؟ نعم، العلاج مجانا، والإنشاءات أيضا كذلك، والعمليات، فيشكرون على هذا والله يجزيهم خيرا على هذا العمل الجليل الذي يقومون به
والله المستعان. نعم، بهذا ننتهي، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا حصل أخطاء فالمريض قد يعذر، والله المستعان. جزاكم الله خيرا يا شيخ وعافاكم الله. وبعد، فإن قال قائل لنا لم تؤخر هذا الكلام إلى الرجوع إلى البلد، أي بلدي؟ فالجواب أننا لسنا متأكدين يعني بالرجوع، فالله سبحانه وتعالى قد يقدر أمورا أخرى، والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك إن هؤلاء المسؤولين ها هنا بالمملكة جزاهم الله خيرا، نعم، سبقونا بالعهد وسبقونا أيضا بالفضيلة، فضيلة العهد، فهم سبقون إلى هذا ولم يسبقونا بالعهد فحسب، بل بالعهد والإكرام، جزاهم الله خيرا. نعم، إيه نعم، في العفو والإكرام فجزاهم الله خيرا. يقول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. إن هناك مسؤولين إذا دخلت إليه ربما تخرج أنت مستريح في موافقته إياك ما تقول من تغيير منكر أو غير ذلك، ولكن لا تثق بهذا الكلام، يصير حاله كما قيل: فأصبحت من ليل الغداة كذابضا على الماء فانته خروج الأصابع. وبعد هذا فنسيت شيئا يجب أن يكون مقدما، فذلكم الشيء الذي يجب أن يكون مقدما لأن له السبق في الترتيب، نعم، وهو ما قام به الأخ محمد بن عبد الله بن صالح أخو الرئيس في استقبالنا وتهيئت لنا في مستشفى الثورة، وحتى الأطباء على القيام بالواجب، فرحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا ويشكر على هذا، الله يرحمه. ولا نزال نذكر له هذا العمل الطيب الذي قام به فجزاه الله خيرا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنحن نشكر له هذا العمل الذي قام به وهذه العناية التي اهتم بها، فجزاه الله خيرا، نعم، ورحمه وأسكنه جنة الفردوس، فهو رحمه الله تعالى يعتبر نقصا على المجتمع اليمني كله، والله المستعان. وقدر الله وما شاء فعل، وعند أن بلغتنا وفاته حزنا نحن وجميع الإخوة الذين يعرفون حقيقة وطيبة محمد عبد الله جزاه الله خيرا، ومساعدة الأيتام في دار الشوكاني فيشكر على هذا، وأحسن عن نفسه، وهو رجل
صدوق ليس لديه تملق وليس لديه سياسة حتى عكذابه، ولكنه الذي عنده يقوله في وقته. والحمد لله، هذا ما أردنا إضافته، ونتوفى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن التمسك بهما يعتبر دفعة لك أيها المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليكم، وسوف تسألون أيضا عن هذا الشرف العظيم الذي حباكم الله به أن أنزل إليكم كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكما تقدم أن قلت لكم أنني سجلت هذا الشريط ولا غير مدفوع من أحد، ولو كنت مدفوعا لما استطعت أن أتكلم عن شبه غيره ولا مغرى بمال. فالحمد لله الناس يعرفون ما نحن عليه من دعوة، ويعرفون ما نحن عليه من الاهتمام بالدعوة وعدم المبالاة لعروض الدنيا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من يفتض عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن يستعفف يعفو الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فنسأل الله أن يغنينا من فضله، وأن يجعل غنانا في قلوبنا، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله العظيم أن يشفينا بالعافية، وأن يردنا إلى طلابنا وإلى إخواننا لله سالمين، لنتمتع بتلك الفوائد العلمية التي بحمد الله تشد إلى الرحال، والفضل في هذا لله. وإن كان عندهم الأخ والشيخ الفاضل يحيى المهري فجزاه الله خيرا عما يقوم به، وأسأل الله يبارك فيه وفي علمه، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا الوالد العلامة المحدث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى، وقد قال هذه الكلمات وهو على سرير المرض، قالها لأنه شعر أن هذا وقت، لذلك كما ذكر ليس تقربا في شيء من أمور الدنيا. والحمد لله سبحانه وتعالى الشيخ معروف بسيرته جزاه الله خيرا وبزهده وبعده عن هذه الدنيا، فكم قد أخذ منها من عندما عرفنا إلى يومنا هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره، وأن يجعل منه قدوة حسنة لإخوانه وطلابه وللمسلمين. والحمد لله رب العالمين. وقد كانت هذه الإضافة في 25 من ربيع الأول للشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. ونريد أيضا أن نذكر السامعين بما علمناه وعرفنا ورأينا عن شيخنا حفظه الله من في الزهد عن الدنيا هذه، ابتداء من ثيابه، فذلك بيته يشهد عليه، وتلك سياراته التي هي ما واديا
ولا جبلا ولا سهلا في اليمن خاصة إلا وطلعت ونزلت في سبيل الله للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, وفي أيضا خارج اليمن في أوقات الحج للطلاب. تلك السيارة المعروفة التي قد أصبحت لا تكاد تمشي الميت الكيلو حتى يحصل لها بعض الشيء, وذلك المعهد المعروف وحياة طلابه, وأكثرها قد تقلبت على أيدي الطلاب بل وصيبها بعض الطلاب فيها, والحمد لله رب العالمين, لتدل على واقع الدعوة وعلى ما يتمتع به الشيخ حفظه الله تعالى من هذا. إخواننا نصحنا إخواننا الجن في الابتعاد عن الحزبية, وإذا أردتم أيها الجن السنيون أن يرفعكم الله فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. وتعجبني كلمة طيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, تعجبني تلكم الكلمة, وهي أنه قال إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, بقدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.